المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين يصرح بأن وفداً عسكرياً أمريكياً سيزور تركيا خلال هذا الأسبوع ليبحث مع نظرائه الأتراك التنسيق بشأن الانسحاب الأمريكي من سوريا. أردوغان يصرح بأن تركيا موجودة في سوريا من أجل إعادة الحرية إلى العرب والأكراد فيها، وجاويشوغلو يقول إن نتنياهو مستاء لإحساسه بالفشل في تقسيم سوريا. إصابة عدد من المدنيين جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام على مدينة موريك بريف حما الشمالي. وكالة الأناضول التركية تعلن امتناع البنتاغون عن إعطاء إجابة واضحة حول سحب الولايات المتحدة الأسلحة التي منحتها لوحدات حماية الشعب الكردية في إطار استعداداتها للانسحاب من سوريا. الملك الأردني عبد الله الثاني يقول إن علاقاتهم ستعود مع سوريا كما كانت من قبل، وإنهم يتواصلون بشكل مستمر مع حكومة الأسد وكذلك العراق من أجل فتح الأسواق لمنتجاتهم. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يؤكد أن حل مشكلة الوجود المسلح غير القانوني للولايات المتحدة على الأراضي السورية لن يكون سهلاً.